انطلقت حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة بمحافظة الأقصر بالتعاون بين مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة وجمعية الأرمان والكيانات الشبابية. أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالدقة أهلية أن مصر كانت وستظل المساند الأكبر للأشقاء الفلسطينيين ولأهالي غزة. فأنا جيت النهاردة أنا وزمايلي علشان نتبرع بالدم لإخواتنا في فلسطين، وهي حاجة سهلة جدا، فيعني بتمنى إن كلنا ننزل ونشارك. نازلين ندعم القضية الفلسطينية بدعمنا ليهم بالدم. كل شاب فينا إحنا كشباب بنوعي الشباب اللي زينا إن هم ينزلوا ويشاركوا. كل واحد فينا نقطة دم بالنسبة لإخواتنا الفلسطينيين في الوقت الحالي تساوي حياة.